إذا حصل في فترة الإعداد الراجل لقى لعيبة مثلا معينة لا تصلح، بيكلمكم فيها ولا ده ما حصلش أصلا؟ طبعا لا، هيحصل 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 هيحصل، وهتبقوا مجهزين نفسكم انه تمشوا اللعيبة اللي هو عايزه الراجل حني، طالما في عدل في الفرقة وفي وان هو عنده الطموح بتاع الإدارة هنسنده طبعا، هنقف معاه. طب نادي الزمالك هيبقى عنده يعني، هي دي حاجه كويسه، دي حاجه ايجابيه لما يبقى عندك اكتر من مهاجم. مصطفى محمد ده ابن نادي الزمالك، راح السنه اللي فاتت طنطا والناس كلها توقعت انه يعمل موسم كويس. بنتكلم عن عمر السعيد، مهاجم وهداف كويس جدا جدا. حميد احداد من اللقطات اللي احنا شفناها، وان كان ده مش حكم يعني نهائي بات، لكنه واضح انه لعيب كويس. مركز في كابونجو كاسونجو كمان راس حرب موجود من السنه اللي فاتت. شوف من وجهه نظر حضرتك الصراع على مركز، انا بحب كده، تحب كده لما يكون في منافسه بين اللعيبه وفي عدل بين اللعيبه والافضل يلعب. ان المهاجم ممكن ما يبقاش موفق بشكل كبير، وممكن المهاجم ما يبقاش عنده ثقه، وممكن المهاجم ما يبقاش فيه انسجام بينه وبين اللعيبه، وممكن المهاجم ما يعرفش قيمه الدوري اللي بيلعب فيه، وممكن المهاجم يبقى ناقصه حاجات وعايز انت تعزز هذه الاشياء في الملعب. بيبقى محتاج وقت، ومحتاج ان انت تبقى في عدل، ان انت حاسس لو انت مقتنع بيه ان هو لعيب كويس لازم هتدي له مساحه من الوقت وتدي له الثقة ان هو يقف على رجله. احنا شفنا وليد ازارو لما بدا في النادي الاهلي، اول لما جه ما كانش افضل حاجه عملها حسام البدري في حياته، انا يعني التدريبيه مش حياته العاديه يعني التدريبيه، ان هو كان عنده قناعه غير طبيعيه وليد ازارو، وهو كسب كل الرهانات. ويمكن انا كنت من الناس اللي ما كنتش مقتنع بوليد ازارو، ولا انا بالظبط، مش حتى انا وانت بس كنا لا ما بيقولوش انا وانت بس اللي بنقول بس اثبت ان لا الوقت المساحه والثقه والمسانده من لعيبه زمايله والانسجام وقيمه الدوري المصري، وان يبذل مجهود وان هو يقاتل، وقيمه النادي اللي بيلعب فيه، وان النادي ده بتاع بطولات طور حياته. فانت محتاج كده. انا شايف الزمالك ان شاء الله السنه الجايه يبقى مدرسه تانية في الاداء، في يبقى اداء جيد فني بدني ذهني خططي. الفتره الجايه نلاقي الزمالك بينافس على البطوله من بدايه البطوله، وان الزمالك مش رايح المباراه مش عارفين هيكسب ولا مش هيكسب هيعمل، لا الزمالك ان شاء الله ياخد من بدايه